سيدخل قانون جديد لحماية الحياة البرية في بكين حيز التنفيذ رسميا في الأول من الشهر المقبل، ويحظر القانون الجديد أكل الحيوانات البرية وصيدها، كما سيلعب دورا هاما في تحسين البيئة. يشمل القانون الجديد لحماية الحياة البرية ذات القيمة البيئية والعلمية والاجتماعية الخامة، حيث من المقرر لتطبيق قانون جديد يحظر تجارة وتناول الحيوانات البرية في الأول من يونيو المقبل. بذلت حكومة بكين أقصى جهودها في تغطية الغابات وتحسين البيئة. من المتوقع أن ترفع بكين معدل تغطية الغابات إلى نحو 50% هذا العام لخلق بيئة أفضل للحياة البرية. أنشأ مكتبنا دائرة إشراف لمتابعة حالة الحيوانات البرية. حماية الحياة البرية قضية متعلقة بجميع الناس. آمل أن يطيع الجميع القانون وألا يصطادوا ويأكلوا الحيوانات البرية. يمكن للعامة أيضا القيام بالكثير لحماية الحيوانات البرية، على سبيل المثال عدم إطعام الحيوانات البرية حين تتجول في الحديقة. آمل أن يتمكن جميع مواطني المدينة من المشاركة في حماية الحياة البرية. وفي الآونات الأخيرة أصدرت العديد من المقاطعات في الصين قوانين مماثلة لحماية الحياة البرية، بينما تعمل المؤسسات المعنية على إنقاذ الحيوانات البرية وتحسين بيئة الإيكولوجية. عملي هو مراقبة الحيوانات البرية. أعتقد أن بكين شهدت تحسنا كبيرا في البيئة وزيادة أعداد الحياة البرية خلال السنوات الأخيرة. سنستمر مراقبة الحيوانات البرية وتوفير بيئة معيشة أفضل لها. تعد حماية الحياة البرية إحدى المهام الرئيسية للحكومة الصينية. وضع هذه اللوائح أساس لعمليات حماية الحيوانات وهي حماية البشر لأنفسنا. جارجين، بكين.